بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبة الجامعة الإماراتية الدولية، اليوم إن شاء الله نتكلم على محاضرة السيكروفلويديان سيستود أو ما يسمى التيشو سيستود. طبعا السيستود تكلمنا فيها، ممكن تصنيفها إلى مجموعتين حسب تواجدها داخل جسم الإنسان. المجموعة الأولانية اللي هي الانتستينال سيستود، المجموعة الثانية اللي هي التيشو سيستود أو ما يسمى الإكسترا أو الانتستينال أو السيستماتيك سيستود الموجودة في التيشو. طبعا لاحظ الفروقات اللي بينهم. في مجموعة توجد في الأمعاء، وهذه تتكون فيها الأضلت داخل أمعاء جسم الإنسان، بينما الموجودة في التيشو ما هيش الأضلت، تتكون فقط لارفال ستيج أو ما يسمى ميتا سيستود، أطوار يرقية. فلاحظ هنا الانتستينال سيستود اللي تكلمنا فيها في المحاضرات السابقة اللي هي التينيا الساجناتا، تينيا سوليوم هيميلوبيسنانا ديمينيوتا، هذه كلها عبارة عن انتستينال سيستود. وتكلمنا فيها انه الامراضية والجوانب الاخرى كلها ومضيناها تريتمنت دايجنوز. اليوم اللي حناخذه فقط اللي هي الانتستينال او اللارفال ستيج او التيشو سيستود، وبالذات اللي هي الكينوكوكس جرانيولوسس او ما يسبب لنا الهيداتيد سيست او الهيداتيد ديزيز، مرض داء الاكياس المائيه، وهذا الاكثر شيوعا عندنا في اليمن اللي هو الهيداتيد سيست، واللي تسببه نوع من انواع الباراسايت اللي هي الكينوكوكس جرانيولوسس. لاحظ هنا اللي تكلمنا فيها اللي هي اللارفال ستيج او ما يسمى ميتاسيستود، حتى لو جيت سألت وشفت المصطلح هذا الميتاسيستود يخطر ببالك دائما انها عبارة عن تيشو سيستود او اللارفال ستيج اوف تيشو سيستود. في انواع منها بحدود 9 انواع، تمام، اللي تكون في التيشو اللي هي اللارفال ستيج. الكينوكوكس جرانيلوسيس اللي تسبب الهيداتيد سيست او ما يسمى يونيلوكيولار هيداتيد سيست، إكينوكوكس إكوينز إرتلوبي شيكوكوس ملتيلوكولاريس فوجلي أوليغارتريس ملتسبس تينيا سوليوم، هذه اللي هي الديدان الشريطية الخنزيرية، طبعا ممكن تسبب أوتو إنفكشن فتسبب لنا سيستيسيركوسس. لاحظ الأنواع الجينوتايبنج للسترين أو الجينوتايبنج للإكينوكوكس جرانيولوسيس فقط تقريبا بحدود 10 أنواع أو 10 جينوتايبينج موجودة هنا من G1 إلى G10. لاحظ هنا G4 والG5 إيش هي؟ إكوينز إرتلوبي مورتيلوكولاريس وهكذا. هذا شيكويكس هذا اكتشف حديثا تقريبا في السنوات الأخيرة وموجود في الصين. لاحظ الانترميديت هوست دائما ايش تكون؟ حيوانات، اللي هي الحيوانات الأليفة هذه اللي يتعامل معها الإنسان وهي مصدر العدوى. طبعا هنا تصيب الإنسان ولا لا؟ كلها أو معظمها تصيب الإنسان، بس في بعض منها لا تصيب الإنسان، زي من إكوينز هذه اللي هي موجودة في الخيول لا تصيب الإنسان، ولكن الديفينيتيف هوست هو الدوغ، الحيوانات هذه الدوغ والفوكس. لاحظها أكثر حاجة عندنا اللي هي موجودة اللي هي الإكينوكوكس جرانيولوسيس الجي 1 اهو. لاحظ سيستيك الديفينيتيف هوست اللي هي الدوغ، الستراي دوغ، الجاكال، الهينيا، الفوكس وهكذا. لاحظ هنا النوعين اللي ممكن يسببوا لنا الامراضيه في اليمن وهيدات السيست اللي هي الشيب دوغ اللي هي الجي 1 سترين، هذه اللي تسبب لنا 95% من حالات الهيدات السيست الموجوده في اليمن واللي تصيب الانسان. طبعا الجي 8 اهو، لاحظها هذا الجي 8 فين هو؟ هنا الجي 8 اللي هي السيرفيس الايائيل تصيب الانسان، اهو تصيب الانسان والعائل اللي هو ديفانيتيف هوست الولف والدوغ. شوف لاحظ هنا الجي 8 بريزنت بريدمنتلي بولموناري، ممكن تسبب هيداتيس في اللنج، بس ايش ينمو بشكل اقل وهي اقل كومبليكيشن خطوره من الجي 1. الجي 1 هي اكثر خطوره وممكن توجد في اي عضو داخل جسم الانسان. لاحظ البيولوجي والمورفولوجي، هذه هي
الباراسايت اهو، لاحظها ستة، السكوركس الناكل الاماتور الماتور والجرافيت سيجمنت، هذه المكونات ليها. طبعا حجمها صغير جدا، يتجاوز كم؟ ما يتجاوزش الخمس، يعني نص سنتي. ستة انواع موجودة لكينوكوكس. النوع السابع شيكوكس، هذا ديسكرايبد ريسنتلي، اللايف سبان تبعها من 5 إلى 20 سنة. طبعا هي موجودة أكثر شيء في الكلاب، في الكلاب اللي هي السائبة. الانفكتيف ستيج أو الانفكتيف الطور المعدي، لاحظها هنا، هي موجودة في الكلاب، تطلع مع الستول تبع الشخص أو الكلاب المصابة، هذه الأوفا، لاحظها ممكن تعيش أكثر من سنتين بس عند توفر ظروف البيئة المناسبة. طبعا هذا أكثر شيء تكون للناس المصاحبين واللي دائما أكثر احتكاكا وملامسة لمن؟ للكلاب. ودائما الكلاب تكون مصاحبة لمن؟ للحيوانات اللي هي الأليفة، الأغنام والأبقار. فهنا في الأرياف أكثر شيء انتشارا، بالإضافة إلى الناس الرعاة. الأضلت موجودة في الانتستين للكلاب، هذه اللي هي الباراسايت الأضلت. لكن الانسان ينصب بواسطة العيش الاوفو، تكون عنده اللارفا الستيج اللي هي الميتاسيستول اللي تكون لنا الهيداتيد سيست. لاحظ هنا طبعا ما يسمى الانفكتيف ستيج اهي، لاحظها هذه هي الاوفا، عبارة عن هيكساكانثين بريو، لديها 6 أشواك، كل السيستود هيكساكانثين بريو، يعني سداسية الأشواك الجنين تبعها. طبعا تحط بحدود 1000 أو 100 بويضة في اليوم، هذا بالنسبة لي الكلاب. بعد كذا لاحظ الانكوسفير، هذه اللي هي الأوفر موجودة في التربة والناتجة من الستول تبع الكلاب، حتكون لنا الهيداتيد سيست اللي موجود بالشكل التالي. هذا هو، هذا هو، لاحظوا تمام، يتكون من 3 طبقات، الطبقة الخارجية والوسطية والداخلية، هذه اللي هي بالجيرمينال واللامينيتد لايرز، صح، جيرمينال لايرز اللي يتكون منها الباراسايت اهي، وهذه اللامينيتد لايرز الطبقات الخارجية موجودة من جسم، من نسيج جسم الإنسان، وهذا هو الهيداتيد سيست. طبعا يختلف الحجم من شخص لآخر، أكبر حجم ممكن يوصل لي من 20 لـ20 أو 20 في 30 سنتيمتر. لاحظ المود اوف انفكشن، كونتامينيشن للفود والووترز مع الأوفا، هذه الهيكساكانثين بريو، توصل للأمعاء وبعد كده يحصل لها هاتشينج. الأونكوسفير هذا يخترق جدار الأمعاء، من ثم يوصل أكثر شيء للكبد 66%. بعد كده العضو الثاني اللي هو اللانج، ممكن يروح لأذر بارتس، من ضمنها البرين، من ضمنها البروتينيومز او البونز، فهذه وبعد كده يبتدي بتكوين الهيداتيد سيست اللي هو بهذا الشكل، سائل، كيس محتوي على سائل، لاحظوا بهذا الشكل. طبعا هذه الانواع اللي تكلمنا فيها، بس اهم نوع انتم لو حتركزوا عليه هو هذا فقط، كينوكوكس جرانيلوسس، يسكون لنا يونيال كرورس، انديجينس بروليفريشنز، نو انفلتريشنز اور ميتاستاسيس، ما ينتشرش الا اذا حصل رابشرز. الامراضيه طبعا معظمها امراضيه ميكانيكيه، لاحظ هنا حتكون الامراضيه عباره عن امراضيه ميكانيكيه، لانه يضغط على العضو المصاب فيسبب ديفكت او مال فانكشنز، فيوجد منه نوعين اهو، لاحظها تو تايبس، اللي هو يونيكلور او يونيفيزيكلور هيداتيد سيست، هذا موجود في اي تشو في جسم الانسان، لكن اللي يتكون في العظام اللي هو يسمى اوزيس هيداتيد سيست، هذا اللي موجود في البون تيشو، تمام. ما تظهرش الاعراض سريعه، تاخذ لها سنوات على بال ما يظهر فيها الاعراض، تمام، وطبقا للافكتد او الانفكتد تيشو او اورجانس، اذا كانت في البرين او في اللنج او في الليفرز، بس اكثر شيء في الليفر، فيحصل اي ديس فانكشنز. ممكن يحصل اي، هذا في البريمري انفكشن، ممكن يحصل سكندري انفكشن اذا حصل رابشرز للكيس نفسه، او حصل عاد استئصال بس لجزء بسيط وحصل ليكيج، ممكن يحصل سكندري انفكشن نتيجة الليكيج، او احيانا الرابشرز اللي هو
ناتج من الانفجار بالنسبة للكيس، فيحصل ايش؟ سكندري انفكشن بالهيداتيك سيست. هذا هو لاحظ بوتنشوال ايمونولوجيكال ميكانيزم اوبريتنج ديورينج اكينوكوكس انفكشنز. لاحظ هنا ما دام هو التشو اذا هتشتغل معاها اللي هو السيل ميديتد ايمونيتي اللي هي تي هيلبر 2 وتي هيلبر 1، بس اكثر شيء يبتدي تي هيلبر 1، وبعد كده يحصل نوع تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2، يحصل نوع من الريجوليشنز بين ذي تي هيلبر 1 اند تي هيلبر 2 مشان يحصل اي اميون ريسبونس بالمراحل الاخيره من المرض. لاحظ تشخيص المرض، تشخيص المرض كالتالي يعتمد على التاريخ المرضي، وهذا اللي ياخذه من الفيزيشنز اللي هو الطبيب، منطقه الالم هذا بالنسبه للهيستوري اوف بريسيدنت في الانديميك اريا، السيست الانلارجمنت في اي عضو اذا كانت مثلا في الرئه فيشعر بكحه او ازيز او ضيق نفس، هذه هي لاحظ في الاكس راي مكان الاسهم اللي فيها الشادو، هذه هي الهيداتيك سيست. تمام، وهذه الصوره طبعا لواحد من المرضى اليمنيين الموجودين في اليمن. بعد كده ممكن استخدام الالترا ساوند الايميجنج تكنيك اكس راي او الترا ساوند او سي تي او ام ار اي بهذا الشكل. طبعا دبليو اتش او صنفت الهيداتيك سيست الى كم مجموع اللي هو هيداتيك سيست 1 2 3 4 5 5 مجاميع اللي هو الاكتف والترانسيشنال والاناكتف، هذا اكوردنج تو دبليو اتش او كلاسيفيكيشن. ممكن استخدام الميوزيكال اسي بس ما هياش بذاك القدر من الأهمية. لاحظ هنا تريتمنت، تريتمنت أول حاجة السيرجري، بعد كذا البير هي نوع من أنواع السيرجري، كيموثرابي، ويت أند أوبزيرف. بس أنا أبتدي بأي برانش بالأولاني، ما أبتديش بالجراحة طبعا. أول حاجة حبتدي أعطي أيش؟ كيموثرابي، مجموعة البندازول أو مبندازول، وبعد كذا أجلس أيش؟ ويت أند أوبزيرف لثلاثة لستة شهور، ثلاثة لستة شهور، بعد كده أرجع أيش أتابع الفلو أب بالألترا ساوند أو بالإم آر آي أو بالسي تي. إذا حصل أتروفي ونقصان في الهيدات السيست حجمه واختفى وحصل له كالسيفيكيشن، ذاتس إت، ذاتس إنف. ممكن لو ظل بنفس الحجم أرجع أستخدم أيش؟ السيرجري. يعني هنا أول حاجة كيموثرابي، وبعد كده ويت أند أوبزيرف، بعد كده السيرجري. طبعا أحيانا السيرجري العملية ورا الثانية فالإنسان يرفضها فيرجع واحد يستخدم ايش؟ اللي هي البير، نوع من انواع السيرجري، بس للناس اللي رافضين عملية الاوبريشنز اللي هي الفتح فيبتدي يستخدم حقن مخصصة لسحب السائل داخل الهيداتيك سيست. بس لاحظ هنا البندازول، البندازول استخدام الجرعة كالتالي من 10 ل 15 مللي جرام لكل كيلوغرام في divided into two dose لمدة 3 إلى 6 شهور. بس هنا لاحظ الميبندازول بالحجم هذا يفضل استخدامهم مع الوجبات اللي هي الدهنية منشان ترفع 5 أضعاف مرة اللي هي الابزوربشن للدراجز من الانتستين. يفضل ايضا استخدام البندازول بالذات للناس اللي عندهم هيداتيك سيست في البرين، لانه هذا العلاج ايضا يفيد في عمليه اللي هي البرين باريرز، يخش في الاغشيه الدماغيه ومن ثم يوصل الى الدماغ ويعطي الايش اللي هي الاكتيفيتي اوف ذا دراجز اهو نيورو سيستيسيركوسيس. هذا يفضل استخدام البندازول لانه من 2 إلى 6 فولد تأثيره، متى؟ في حالة تناولك العلاج مع وجبات الفاتي ميل. اوكي، هذا بالنسبة لي التريتمنت. بعد كذا لاحظ هذه هي الصور بالنسبة لي الهيداتيك سيست. تلاحظ هذا طبعا لمريض يمني، لاحظ هنا هذا هو الليفر وهذا الهيداتيك سيست بهذا الحجم الكبير، هذا هنا في البروتينيومز، هذا بعد ما شالوه، هذا أثناء عملية شفط بالنسبة للكبد اهو بهذا الشكل، هذا بعد الاستئصال. طبعا لاحظ هنا الخطوة اللي هي بير بانكشر اسبيريشن انجكشن ري اسبيريشن، هذه ممكن استخدامها كالتالي بالالترا ساوند
والجراح نفسه يحقن حقنة محددة داخل الكيس لغاية ما يوصل لداخل الكيس، فيحصل ايش بانكشرز. بعد كده اسبيريشن، يسحب كل محتويات الكيس بالسيرينج، وبعد كده يرجع يعمل ايش انجكشنز، حقن لمادة ال H2O2 او الابسوليوت ايثانولز او ميثانولز، وبعد كده يرجع مرة ثانية ري اسبيريشنز. تمام، فكده يكون قضى على معظم البروتوسكلوسيس الموجودة في السيست. لاحظ هنا الوبائية، الوبائية طبعا الديزيز هيداتيد سيست او يونيكولر انفكتيف ستيج اللي هو الاك او الاوفر اللي هي محتوي على الهيكساكانثين بيريو، ديفاينيتيف هوست الدوج والفوكس، انترميديت اللي هو الهيومن والهربيفورز الحيوانات اكلات الاعشاب، مود اوف انفكشن فيكو اورال ترانسميشن، او الانجكشنز الكونتامينيشن للفود والووتر مع الاوفا هذه. تمام، لاحظ ها. بعد كده الديستريبيوشن اهو، لاحظ في اليمن، اليمن من ضمن المناطق اللي هي موضوع انديميك اريا. ايش العوامل المساهمه في الوبائيه دائما؟ لاحظ ايش اكثر حاجه، وجود الستري دوك، هذا اول شيء. رقم اثنين، سهوله وصول هذه الستري دوك لللايف ستوك انفكتد اورجنز. تمام، بعض اللحوم اللي هي مصابه وهذا ترمى للكلاب هذه فيتغذى عليها. عدم استخدام المسالخ الرسميه بالنسبه للجزار اهو، او الاعضاء المصابه الجزارين ما يتخلصوا منها بالطرق المناسبه فيرموها للكلاب فتبتدي تتغذى عليها. الكلوزيشن بتوين دوج اند انيمالز بالذات في المناطق الريفيه، يعني دائما تلاحظ انه الكلاب مصاحبه للاغنام او الابقار فدائما الاصابات موجوده. الانكنترول انيمال تريد بالذات في مواسم الاعياد، لاحظوها مثلا في عيد الاضحى فتلاحظ انه نسبه استيراد الحيوانات بشكل كبير، فهذه العمليه لما تكون غير منظمه ما فيش رقابه ما فيش اي شيء، فمعظم الاصابات تكون جايه ما بين البلدان من بلد الى اخر. ايضا البور لايفنج كونديشنز، ومن ضمنها ايش الهيلث ادوكيشنز والمعدل الايكونوميك انستابيليتي والفاينانشال والكنترول اند بريفنشن اللي هي تكون غائبه في معظم البلدان زي عندنا في اليمن. بريفنشن اند كنترول، لاحظ هنا لابد انه نتخلص منها. ما هي هذه الا اللي هي الهيداتيسيس، يعني الاعضاء المصابه لابد نتخلص منها. الدوغ الستري دوغ ديسترويد او تريتمنت، البيت دائما افويدنج كيسنج مع الكلاب بالذات عند الاطفال، هذه كلها تفيد في عمليه البريفنشن والكنترول. التوبك سيمينارز لاحظوها من ضمن هذه بعض الاسئله اللي ممكن تجي لكم في الامتحانات. باراسايت از سورس اوف نوبل فارماسيتيكالي اكتيف كومباوند، يكتب كل شيء عنها. Use of parasite to treat medical conditions، لاحظ الكويز هنا عبارة عن حالة مرضية، حاولوا أن تجاوبوها وترسلوا لنا به الإجابة. طبعا هذه على محاضرة التريماتودز لو تتذكروها. وكل سنة وانتم طيبين.